هجوم من العراق، فلا هو باختراق وسأوضح لماذا، وليس بعراقي، وأعتقد أن واضح القضية عندما يكون الأمر هو قرار يصدر من طهران، ومن ينفذ هو وكيل لطهران على الأرض العراقية، وليس بالضرورة حتى أنه يحمل الجنسية العراقية، لأن الانتماء والهوى لا علاقة له بجواز السفر. للأسف في كثير مما شاهدناه سواء على الساحل العراقية أو ساحات أخرى من التي ابتليت في ما قبل الربيع العربي والربيع العربي. أما قضية أنه اختراق، الاختراق أعتقد أيضا كلمة كبيرة، لأن الاختراق يعني أن هناك شيئا محصنا منيعا يفترض بأنه لا يمكن لاختراقه، فبالتالي يسمى اختراق. الهجوم سهل، الهجوم طلبة المدارس وليس فقط اليافعين والمراهقين أو الشباب، طلبة المدارس الآن بفضل التكنولوجيا، الانفجار المعلوماتي في العالم كله، بفضل العولمة التي لا كلمة لا أحبها على الإطلاق، بفضل كل ذلك أصبح الآن لدى حتى صغار الأطفال قادرين باللهجة العراقية الجهال، عندهم القدرة أن يقوموا بتنفيذ هذه الهجمات. القصة كلها بما هو وراء هذه الهجمات، هل هذه الهجمات هي رسائل ترسلها طهران، أم أنها بالفعل جزء من منظومة متسقة مع بعضها بعضا في عمل دفاعي أو هجومي يستهدف في هذه الحالة إسرائيل؟ وأعتقد أن التوقيت وحجم ما سمي بالاختراق، وهو مرة أخرى مجرد هجوم أو هجمات، لا يعني إلا أنه رسائل. القصد ليس فتح معركة ولا حتى جبهة، القصة قصة رسائل مرتبطة بتوقيت يذكر المشغلين، خاصة في واشنطن، إدارة أوباما الثالثة والأخيرة إن شاء الله، إدارة بايدن، هو يريد أن يذكر بايدن الذي منح اليوم 800 مليون دولار إضافية لأوكرانيا زيلينسكي، هو يقول صاحب هذا القرار من طهران أنه نحن هنا، أن هناك مفاوضات فيينا، وأن المطلوب من بايدن عبر عدد من دول الشرق الأوسطية استلام رسائل التذكير بأننا موجودون وأننا على الساحة وأننا نريد تحريك ملف مفاوضات فيينا. القصة هكذا لا أكثر ولا أقل.